أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بكفاءة اليوم وهو السيد ناصر فؤاد. أهلا وسهلا فيك سيدي. مرحبا أهلا فيك. مرحبا شرفتنا ببرنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيدي الكريم أبي نعرف قصة نجاحك أو بداية حياتك العملية أو المهنية في دولة الإمارات. أنا اسمي ناصر فؤاد من سوريا. جيت من 30 سنة على الإمارة في بداية التسعينات. واشتغلت موظف أول في محل طبعاً تزيين للرجال، وكانت فرصة حبيت اشتغل في الإمارات وحبينا نطور حالنا شوي. خلال فترة قصيرة الحمد لله كنت صاحب شركة صغيرة، وبعدين رحت عملت دورات في باريس فرنسا، رحت ميلان تفرجنا شو في جديد، حاولنا نجيبه لهون على الإمارات. طبعاً أكيد حاولنا نجيبه على الإمارات بس بشكل أفضل، وحاولنا نفتح برا كمان، بس لقينا سوق الاماراتي، سوق الاماراتي كثير قوي بيتحمل، يعني الشعب الاماراتي نفسه شعب، يعني هو كنقطه بس عن دول الخليج الثاني متفهم في الموضه في التزيين، يعني عندهم قابليه لما تقولي للرجل عندهم قابليه، الرجل بحب يسوي المانيكير والبديكير، يعني متفهم، عندهم ثقافه الموضه واللي يهتم بنفسه مثل ما بيقولوا. واشتغلنا هذا الشيء وانتقلنا من مرحله الصالون لمرحله السبا، ولقينا في قابلية كبيرة كمان. وسافرنا على آسيا، بتعرفي السبا بيهتم بآسيا أكثر من أوروبا، سافرنا على آسيا وحاولنا نجيب برودكت من آسيا، شفنا كيف بيهتموا بالجسم، وجبنا ناس مختصين عنا الستاف بروفيشنال، حاولنا طورنا حالنا وانتقلنا من مثل مهنة حرفية، صرنا مؤسسة اليوم، مؤسسة تجميل، وعنا برودكت بران احنا بنسويه بنصنعه لألنا خاص، يعني احنا مش ما بنعتمد على موادنا من السوق، منصنعها مثلا في المغرب، عنا في تايلاند، عنا كمان في كوريا مثل موريمو، هلا الموظف عندي بورجيكم عليه، هيدا خاص فينا احنا بمحلنا. حتى احنا اليوم عم نستعمل يعني كل شيء برودكت في المحل، حتى المي اللي بيتحمم فيها الزبون يعني بتتفلتر باجهزه كريستال على الكهرباء، هيدا مش موجود بمحلات تانية اللي عنا والزبون بحس فيها. وعملنا نوعيه حلوه، وهلا بصدد يعني متميزين حتى في معداتكم، حتى في هاي اشياء مثلا خاصه فينا احنا كمحل الزبون ما بيعرفها. حتى الديكوريشن احنا بنصممه خاص فينا، يعني اذا بتروح على فروعنا الثلاثه بتحصي نفس الديزاين ونفس الشيء ونفس الهيدا ما يختلف. وحاولنا عملنا بصمه بابو ظبي، وان شاء الله الحين عم نطور على الامارات الثانيه، ولقينا صدد حلو، يعني الشعب الاماراتي شعب متفاهم وشعب كريم، يعني مشان هيك حاولنا انه نوسع الشركه تبعنا في الامارات اكثر. لكم التوفيق سيد ناصر. سيد ناصر خبرني عن صالون بايو لايف، شو الخدمات اللي تقدموها في الصالون؟ بايو لايف مثل ما قلت لك هي فكره مثل طفل صغير ولدت في تايلاند، احنا مقيمين كنا في تايلاند، خلقت في تايلاند واحنا جبناها على الخليج وعدينا عليها، اعطيناها تاتش اوروبي شوي وجملناها، والناس تقبلت الفكره والحمد لله، يعني في اقبال من المواطنين والمقيمين على الحمام المغربي، على خدماتنا الموجوده في المركز، وعنا عده مساجات، وعنا المانيكير بديكير، عنا ازاله شعر الجسم، وعنا عقود مع نوادي رياضيه، وعنا عقود مع شركات حكوميه. الفكره كثير متقبلينا هون، وتفاجئنا احنا انه المجتمع الخليجي يعني متقبل الفكره أكثر من بلدان متطورة قبلنا بأكثر من 100 سنة، اليوم راضين، المجتمع الخليجي كثير تعمقوا بالفكرة وعندنا نجاح كثير كبير. طيب خبرني أكثر عن المنتجات تبعكم. منتجاتنا احنا بنصنع لنا بشكل خاص، عندنا الجرين فارمسي، عندنا منتجات بنجيبها من تايلاند، وعندنا منتجات بخبركم هلا زميلنا عنها اللي هو مدير المكان، احنا بنسويها في المغرب. من ناحية اللية في الحمام، من ناحية الزيوت الأرغان، من ناحية السكراب، كلها مواد طبيعية مصنعة طبيعية ومنجيبها لنا خاصة لمحلنا. طيب سيد ناصر، بما انه حكينا على المنتجات والمواد اللي تستخدمها في الصالون تبعك، راح نطلع فاصل أعزائي المشاهدين مع تقرير مع رشيد بفرجينا كل المنتجات الموجودة في الصالون وخدمات الصالون المتواجدة. مرحبا
مرحبا بكم مركز بيولايف، معكم رشيد مسؤول عن المركز. اليوم بقدم لكم لمحة سريعة عن الحمام المغربي وشو بنستعمل فيه. مثلا أول شيء بنستعمل البخار طبعا للحمام، بيكون بنحط صابون مغربي مع الأعشاب المغربية عشان يتقشر الجسم بسهولة ومن غير لا حساسية ولا أي شيء. بعدين بنقشر الجسم بالسكراب أو بالأملاح. أوكي، بعدين عندنا ماسك للجسم بيكون بالطين المغربي بالإضافة إلى زيوت الأرغان، كل شيء طبيعي وما في أي مواد حافظة أو مواد يعني بتضرب البشرة. وطبعاً بنستعمل حتى للجسم وللوجه الغسول اللي هو طبعاً بيشيل أثار الجلد الميت وبيقشر الجسم كل كيف ما قلنا طريقة طبيعية من غير أثار جانبية. بعدين بنحط ماسكات للجسم من زيوت الأرغان ومن خلطات اللي هو سكراب الأرغان، وهالمواد هذه طبعاً خاصة من مركزنا بيولايف اللي كلها الحمد لله طبيعية وما عندها أي أثار جانبية على الجسم. بعدين في عندنا هالزيوت هذه اللي هي زيوت الأرغان، نحن بنتعامل مع مندوبين مغاربة ما شاء الله يعني مضمونين، اللي هم كيف ما بنقول احنا بالمغربي تعاونيات مغربيه، يعني بتكون مجموعه يعني نساء وبيكونون واحد تعاونيه، وبالاخير كيعطيونا واحد المنتوج اللي كثير حلو وتقليدي وطبيعي ومضمون 100% والحمد لله. منكم طريقة الحمام المغربي اللي بيكون طريقة صحيحة ومن غير أي أعراض جانبية ولا أي سلبيات على الجسم. طبعاً بعد البخار بيسخن الجسم بنحط الصابون المغربي، بنفرد الصابون المغربي على الجسم كامل. عقب الصابون المغربي وعقب ما يسخن الجسم بنحط الليفة المغربية لين ما يتقشر الجسم كامل ويتشال أي جلد ميت على الجسم. بعدها بيبين أوريدي نوع البشرة، بنحط له التقشير الثاني إما بيكون بالسكراب أو بيكون بالأعشاب. بعدين ماسك للجسم أو للوجه بعد. أوكي، بعدين على حسب بنشوف إحنا النوعية اللي تحتاج اللي يحتاجها أوريدي كل واحد. وفي نفس الطريقة ونفس الشيء بنستعمل بعد خلطة خاصة بينا تبع مركزنا اللي هو بيو لايف. صراحة ما شاء الله النتيجة كثير حلوة على الجسم وبطريقة صحيحة، والحمد لله المواد كلها طبيعية ومنتوجات مغربية أصيلة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وشفنا بعض المنتجات والمواد المستخدمة في سبا بايو لايف. سيد ناصر، خبرني أكثر عن موظفينك. موظفين احنا عائلة صغيرة، احنا منا ستاف، احنا عائلة صغيرة ومنحب بعض كثير، مشان هيك روح العمل لما يخلق محبة بينات بعض الزبون ممكن لو شو ما كان بيطلع من عندك مرتاح. احنا نتألف من 12 موظف، نشتغل مثل شفتين، كل شخص عنا مختص في مجال معين، ما عنا موظف واحد بيعمل عدة خدمات. مثل ما شفت يعني هذا شيء بيميزكم عن باقي. نعم، هذا الشيء بيميز محلنا انه الموظف ما بنعطيه جهد انه يعمل اكثر من خدمة تيوصل يعمل خدمته يكون تعبان. احنا عنا كل موظف، المساج مختص مساج، الحمام المغربي مختص حمام مغربي، النالز كل حد مختص في خبره معينه، ما بنتجاوزها، ممنوع نتجاوزها. وفكره حلوه بمحلنا احنا بناخذ عدد معين في اليوم، يعني حتى ما نرهق الموظف وحتى يكون البيرفورمانس اللي عم يديه للكاستمر يكون جيد جدا. فلذلك احنا بناخذ التوتال طبعا من 12 ل 15 زبون ماكسيمو في اليوم، ما بنتجاوز هذا العدد. يعني الفكره هي كخدميه اكثر من فكره تجاريه. كثير حلو. نعم. طيب سيد ناصر، خبرني عن الموقع الرئيسي واذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي.
احنا موجودين على biolife.spa على انستغرام، وموجودين على السوشيال ميديا، موجودين على السناب شات، موجودين على الفيسبوك من 30 من 25 سنه و 90 نعم بنفس الاسم. وعنا عدة فروع تحت البايو لايف، طبعا هي قديمة بس بايو لايف كانت فكرة جديدة واخذت اسم أكثر من الفروع القديمة تبعنا. سيد ناصر، في الختام فيك تقدم رسالة شكر لإنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية؟ رسالة الشكر لأي شخص اليوم، ما في أشخاص في العلن، أشخاص ممكن في الكواليس، لأي شخص وقف معنا أو ساعدنا احنا بنشكره من مكان يكون، ممكن نعرفه أو ما بنعرفه. نعم في أشياء في ممكن تشكر أشخاص ما هي موجودة بالعلن، إنه اللي وفر لك الخدمات، اللي وفر لك هذه البلد الطيبة، اللي ساعدك، لأهلنا اللي ربونا، يعني كمان بفضلهم إحنا وصلنا لهون، ولجهودكم أنتم كمان كإعلاميين كمان بتوصلوا الفكرة للناس، متابعينا عم تتعبوا كمان. هذه هي بس مش أكثر. الله يخليك، شرفنا في لقائك سيد ناصر، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق. أكيد إن شاء الله، كلك ذوق. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة والشيوخ الكرام. الله يسلمك يا رب. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، للقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.